بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى إنه للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. رسالة العبرانيين 12:5-11. الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهد غيرته، يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. قد صمدت منذ الدهر، سكت وتجلدت كالوالدة أصيح، أنفخ وأنخر معا، أخرب الجبال والأكام وأجفف كل عشها، وأجعل الأنهار يبسا وأنشف الآجام، وأسير العمي في طريق لم يعرفوها، في مسالك لم يدروها أمشيهم، أجعل الظلم أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم، يقول الرب. معاكم سري. أنا شفت المسيح كتير، والنهاردة هنتكلم عن الجزء 43. هنتكلم عن يسوع المخلص، يشوع، عن هوشع. إحنا النهاردة هنكمل سفر هوشع، وشفنا في الجزء اللي فات من سفر هوشع المرة اللي فاتت إن ربنا بمحبته ومرحمه الأبدية تودد إلى شعب إسرائيل ليشفيهم، فحسبوه عدوا لهم، تقولوا عليه بالكذب، هربوا منه كما تهرب الحمامة الرعناء من الأبراج لتحيتائها بلا مأوى. قبل محبته بالعصيان ولطفه بالعداوة، ولما يرجعوا لربنا ده لو رجعوا بيرجعوا من أجل البركات الزمنية من قمح وخمر، لكن قلوبهم بعيدة كل البعد عن واهب هذه العطايا. كان الله يسندهم ويشدد أزرعهم، أما هم فيفكرون عليه بالشر. قد صاروا كقوس مخطئة، عوضا أن يضربوا بالقوس والسيف العدو حطموا أنفسهم وطاقتهم الداخلية. صاروا في هزء وسخرية من الأعداء لأن الله قد تنحى عنهم، فكان هناك تأديب لهذا الشعب. تأديب الشعب ده النهاردة لما ربنا بيأدب شعب بيشيل ستر ايديه ويديهم ظهره ويتركهم فيستلمهم أعدائهم، وعشان كده بنصلي ونقول وجهك يا رب أطلب. المهم سبع أشور شعب المملكة الشمالية اللي هم إسرائيل أو إفرايم أو السامرة، بنسميهم كده، ملوش دعوة بالمملكة الجنوبية يهوذا. طب مين هو أشور اللي سابيهم؟ تعالوا نجيب من الأول، من سفر التكوين إصحاح 10. هذه مواليد بني نوح، سام وحام ويافس، وولد لهم بنون بعد الطوفان. الابن الثاني حام، يعني خيمة بالعبري، ومعناه حامي أو سخن أو حار. وأولاد حام كانوا كوش ومصرايم وفوط وكنعان. كوش اللي هم السودان النهاردة، ومصرايم اللي هم مصر، وفوت يعني غرب ليبيا وما بعدها. الكنعانيين هم غزة فلسطين وغرب لبنان وسوريا والأردن. ومن البداية ربنا خصص أرض إسرائيل من الساحل لحد شرق نهر الأردن لإسرائيل. ولكن كنعان لأنه كان متمرد استولى على أرض إسرائيل، وبدأت المعارك دايما لحد النهاردة بينهم. بنو كوش كانوا 5 مكتوبين قدامنا، ومنهم شبا ومنهم رعمة، ورعمة جابت شبا ودادين. وكوش ولد نمرود اللي ابتدى يكون جبار في الأرض. أولاد كوش كانوا 5، وكوش اتولد لي نمرود ومعناها يتمرد. وده مش ابنه الساتت، لا ده ممكن يكون ابنه بالتبني اللي يربيه حسب الترجم اليهودي. وعايز يقولي الكتاب بالروح القدس إن نمرود لا يعرف أصل النسب. أشور القديمة الشريرة هم أول مجموعة من المطاريد مش معروف ليهم نسب، وأسسها نمرود وابتدأ يكون جبار في الأرض. جبار في الأرض يعني جبار أرضي في الشر، كان يصطاد ويضطهد الناس بدون سبب.
يتلذذ بالشر ويفرح إنه يقرف الناس وبس. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كان نمرود جبار صيد أمام الرب. جبار يعني قوي عضليا أو كبير جسميا أو جبار في الخطية والشر، وبيفرض شره على الناس ويصطاد ويضطهد الناس بدون سبب، يعني بيتلذذ بالإرهاب وإرهاب الناس. ومش بس كده، أمام الرب هو جبار صيد أمام الرب. الجملة دي في منتهى الخطورة. في الترجمة اليهودي عارفين كويس إنه شخص بيتحدى ربنا ويقاوم الله في فجور، أي لا يخاف الله، يستهين به ويستبيح الشر. ونمرود هو من حرض الشعب على بناء برج بابل ليقيموا لأنفسهم اسما ومجدا، دليل على كبريائهم وتشامخ نفوسهم. كل ده في سفر التكوين كان 4:11. ونيجي للابن الأول سام، ومن بنو سام كان فيه 2، عيلام وأشور. أشور هو الابن الثاني لسام، ومعنى اسمه أشور جاي من أشير يعني سعيد. لو مع ربنا بيبقى سعيد بثمار البركة الموجودة وناتجة عن مجاري مياه الأنهار، ولو العكس اتجاه ربنا يبقى سعيد بثمار اللعنة على مجاري مياه المستنقعات. ابن عم أشور السعيد كوش اللي اتبنى نمرود رمز التمرد واللعنة. في الترجمة اليهودي أشور لما تعرف على نمرود حول نفسه إله ضد الإله الحقيقي وخلى الناس تعبده، وأصبح أشور أول إله بشري، وأصبح نمرود أول زعيم سياسي كان لعمه أشور. وفي ميخا 5:6 سميت أرض نمرود بأرض أشور، يعني أشور وبابل هي اللي بتساوي أرض نمرود. الحتة دي مهمة، ومهمة إن احنا نعرف التاريخ بتاعها. أشور ونمرود عملوا مملكة عاصمتها نينوى جنب مدينة الموصل حاليا بالعراق. هما شعب خليط، ومنهم نمرود ملوش أصل، شعب عنيف جدا إرهابي دموي ضد ربنا. رأسهم وأساسهم قطعة أرض، شعب عاش حياة عسكرية شاقة ووحشية، وتسلطوا على منطقة الشرق الأردني، ومن كتب التاريخ يكتبوا عنهم شعب كثير العضلات، عابسين مشعرين يطلقوا اللحى، سق الظل معتدي للقامة، داسوا الحضارات والأديان، يعيشوا حياة الحرب وفرض الجزية. وده الشعب القديم الآشوري، ملوش دعوة بالشعب الجديد النهاردة. ما معنى اسم أشور؟ أصول وتاريخ الكلمة الأكادية أشور في الفترة البابلية القديمة، حيث كان الاسم يستخدم أساساً كمصطلح لنوع من مجاري المياه الكريهة، يعني بلوعة القذارة، المراحيض، الصرف الصحي، بلوعة أو بئر أو تصيف المياه، يعني بمعنى أصح المجاري. هو مصطلح أشوري للتخلص من شيء كريه، نتن أو نجس أو شعوذة أو تعابين أو خنازير إلى آخره. يبقى أشور لأنه شعب إبليس هو سعيد بثمار مجاري المياه القذرة النتنة النجسة، كل ما هو ناتج عن إبليس من شعوذة وعرافة وعبادة أصنام في القديم. وكأن الشعب وقع في حفرة، شعب إسرائيل في حفرة كلها نتانة ونجسة. منطقة مجاري قذرة تحت الأرض، زي استاد الكورة اللي كان تحت الأرض اللي احنا شفناه في الرؤية اللي فاتت. وشفنا كمان بعل فغور اللي معنى اسمه سيد أو رب الفجور، ومعناه كمان فجوة أو حفرة مليانة نجاسة، برضو زي ما شفناها في الجزء اللي فات. يبقى باختصار لما الشعب السوبيا الأشور، يعني كأن الشعب وقع في حفرة كلها نتانة ونجاسة، منطقة مجاري قذرة، بالإضافة إن كل حفرة أو فجوة داخل كل واحد منهم ملاها إبليس بقذراته، وكمان ملا خارجه بالنتانة. بصراحة التعبيرات دي صعبة، وما كنتش قادرة أقول التعبير ده وأسفة، لكن دي الحقيقة بعيد عن يسوع، بالإضافة لحالة التشويش الذهني والفوضى الداخلية في النفس البشرية وانطفاء الروح، لأن طبعا أصل نور الروح جوه الإنسان هو الله خالقها وحده. بصراحة الحالة بعيدة عن ربنا بتبقى حالة الإنسان جواه وبره وحشة قوي.
وبسبب شر الإنسان يعود الشر على الكون كله، زي في المزمور 107: يجعل الأنهار قفارا ومجاري المياه معطشة والأرض المثمرة السبخة من شر الساكنين فيها. حين رفض الله وذهبوا وراء بعل فاغور اتشتتوا في أشور، والنتيجة إسرائيل الابن البكر فاشل وأصم، وكرمة أعطت عنب رديء ومحتاج للفادي. الفادي يسوع القادر أن يقتني ويفدي هذا الشعب والعالم كله، وهو جه وفادينا. وألاحظ حاجة: وسبى بابل كمان المملكة الجنوبية يهوذا وبنيامين، ورجعوا دول من السبي مع بعض إخواتهم اللي قدروا يهربوا من أشور لبابل، ورجعوا مع المملكة الجنوبية لأورشليم، والأغلبية لم يرجعوا من أشور لحد النهاردة. والشعب الأشوري المعاصر ملهوش أي علاقة بالشعب القديم الشرير الدموي، وهم حاليا باقي الأسباط العشرة اليهود الذين لم يرجعوا من السبي لحد النهاردة، وتعرضوا لمجازر وإبادات مختلفة، وحملوا اسم الأشوريين حاليا، وهذا بحسب التاريخ، زي مثلا في كتاب أبونا أثناسيوس المقاري عن كنيسة المشرق الأشورية، والمطران لويس ساكو في كتاب خلاص الكنيسة الكلدانية صفحة 7، والدكتور جيران اللي هو وكتبه سنة 1841 وبعنوان الأسباط المفقودة. يعني بس بنحاول نجيب لكم أساس الكلام اللي احنا بنقوله ده هو جاي منين بالظبط، وتقدروا ترجعوا للكتب دي. متى سيرجعون؟ بحسب سفر أشعياء النبي 11:11: ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من أشور ومن مصر. وفي ذلك اليوم هو موسم المجيء الثاني لخلاصهم والدينونة، يعني في نهاية الأيام، ويرفع راية للأمم ويجمع من في إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض. وهنا يهوذا اللي تشتت في العالم كله بعد كمان ما صلبوا المسيح، وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من أشور كما كان لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر. يعني كل الشعوب دي هترجع لإسرائيل في آخر الأيام في موسم المجيء الثاني لخلاصهم والدينونة. مين هو هوشع أو مين الفادي؟ هو يسوع. يسوع المسيح هو ابن الله البكر ومسرة الرب بيده، وهو الكرمة الحقيقية، وهو الفادي أي المخلص. هو من أحبنا إلى المنتهى محبة قوية أبدية. هل مستحيل على الله من محبته ليهم ولينا إن ياخد جسد تاركا عرشه السماوي من أجلي ومن أجلك ومن أجل البشرية، ويشترينا من إبليس بدمه الثمين، ويدينا فرصة تانية، ويعلمنا بنفسه إزاي نرجع ونعود إليه؟ وبدأ في سفر هوشع 11: ومن مصر دعوت ابني. من مصر؟ طب وشمعنا مصر؟ ليه مصر؟ معنى مصر المحدودية، وهي تمثل العبودية في يد فرعون. وربنا بيدعونا من العبودية للحرية ومن المحدودية للاتساع والرحم. طيب ليه؟ في سفر هوشع 11: هو الرب الممسك بيميني يجذبنا إليه ليشفينا، هو الرب يرفع النير عن أعناقنا ويشبعنا، بيربطنا بربط المحبة، لأني الله لا إنسان القدوس في وسطك فلا آتي بسخط. هيجي وقت في آخر الأيام وراء الرب يمشون كأسد يزمجر، فإنه يزمجر فيسرع البنون من البحر، يسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من أرض أشور، فأسكنهم في بيوتهم، يقول الرب إله القوات وإله الجنود. وعلشان هو ربنا مش هيحط راسه براسنا إحنا ولا حاجة جنبه، هو الحب الأبدي الجمال اللي فوق العقل. المسيح حرك أبواب السماء والجحيم لأنه أحب البشر، وما زال يقرأ على أبواب قلبك بلطف ليدخل ويملأ بالمحبة وينتظر. نعم نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا،
لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك فأنت لي، يقول الرب. ومن جمال ربنا سمح ليعقوب زمان أن يصارعه ويغلبه. طب إزاي؟ غلب لأنه بكى لله واسترحمه واستسلم بين إيديه. سلمنا فصرنا نحمله. ما أروع التسليم بين إيدين ربنا وطلب سكيب من المراحم الإلهية. يا رب نعرف نسيب ربنا يقود حياتنا لكي نحظى بالبركات الإلهية لأنه أحبنا فضلا. وبكده ختم سفر هوشع بدعوة للرجوع. إن كنت تشعر بالإنهدام والسقوط، إذا رجعت للقدير تبنى وتتبني كنيسة جواك بأحكار كريمة. إذا كنت تشعر بالمرض، إذا رجعت تشفى من أمراضك الروحية والنفسية والجسدية، لأن يسوع يقول يصنع خيرا. وإذا شعرت بالموت والباطل يعمل فيك، إذا رجعت ليسوع تنال الحياة والحق، والحق يحررك. إصحاح 14 من سفر هوشع، وبدأ بالنداء الأخير من الرب الإسرائيل: ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك. وحدد ربنا هنا ليهم سبب الرجوع وطريقة الرجوع، شروط وأساس الرجوع وبركات الرجوع. يبقى هنا في الإصحاح بدأ يحدد لهم حاجات أساسية. يلا بينا نعرف الحاجات دي. 1. سبب الرجوع: لأنك قد تعثرت باسمك. الرجوع لربنا بعد دعوة حارة وتوسل من ربنا وحديث بينه وبين إسرائيل. إسرائيل تعثر للرجوع بعد مدة طويلة وهيشوفوا الويل في آخر الأيام. طريقة الرجوع هي كلمات التوبة. الراجعون لربنا يرجعوا بتوبة واعتراف واتضاع أمام الله، ونعترف إننا ما عندناش غير الإسم والعار، ومن فضلك يا رب ارفعه من علينا واقبلنا بالإحسان، ونقدم ذبائح الحمد والشكر بالشفاء، ويكون فعلا خارج من القلب وننحني أمامه تائبين. نتيجة الرجوع تاب إسرائيل ورفض وانفصل عن أصنام حياته، ويقول إفرايم: مالي وللأصنام. بركات الرجوع: أنا أشفي ارتدادهم، أكون لإسرائيل كالندى، يزهر كالسوسن، يضرب أصوله كلبنان، تمتد خراعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة، وله رائحة كلبنان، يعود الساكنين في ظله يحيون حنطة ويزهرون كجفنة، يكون ذكرهم كخمر لبنان. شايفين الجمال؟ طب يعني إيه الكلام ده؟ معناه إيه؟ في إيه كده من البركات؟ تعالوا نشوفه مع بعض. أكون لإسرائيل كالندى، ده دليل على رضا ربنا وبركات الله. يزهر كالسوسن العناية والنمو، يضرب أصوله كلبنان يعني يبقى له أصول في الثبات، تمتد خرايبه يعني في منفعة وامتداد للمملكة، ويكون بهاؤه كالزيتونة فيها الشهادة والمجد، وله رائحة كلبنان يبقى له صيت عظيم. يعود الساكنين في ظله يحيون، دي معناها بركة للآخرين. حنطة ويزهرون كجفنة، ده طبعا الثمر. يكون ذكرهم كخمر لبنان، يبقى فيه الفرح والبهجة بذكرهم، يعني لما نسمع اسمهم وسيرتهم نلاقي دايما الفرح والبهجة بذكرهم. شايفين بركات الرجوع لربنا؟ يبقى فيها رضا وعناية وثبات ومنفعة ومجد وصيت عظيم وبركة للآخرين وثمر وفرح وبهجة بذكرهم. وما فيش فايدة في هذا الشعب، هم ما رجعوش. قرر ربنا من محبته ينزل الأرض ويعيش وسطيهم ويجذبهم بالشرح وبالمعجزات، وأخذ أصغر مكان بين البشر وذبح من أجلنا وأجلهم وفادينا واشترانا بدمه الثمين وحررنا من إبليس ويرد لينا المسلوب منا. جه الحد عندنا ليصالحنا بالإيب ويفتح لينا أبواب الملكوت للرجوع. هي دي حاجة صعبة، حاجة مش قادرين نفهمها. في أشعياء 42: جاء عهد للشعب ونور للأمم، ليفتح عيون العمي، ليخرج من الحبس المأسورين ومن بيت السجن الجالسين في الظلمة. وكمان جه ليعلمنا بنفسه، جاء ليعطينا مثال للإنسان المثالي، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين
المجربين. من محبته لينا كان مستعد يعمل أي حاجة، وهو قادر على كل شيء ويقدر يعمل أي حاجة. طب كان إيه رد فعلهم معي؟ تاني عثروا به، عيروا رب المجد يسوع وعثروا به، يعني عيروه بأمه وعثروا به. إنه ولد من عذراء، ونعظم الآب السماوي بالروح القدس، ونمجد أمنا الطاهرة العذراء مريم، ونطوبها تباقي مريم. ولكن كانوا يقولون: أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ كانوا يعثرون به، يعني مين وفين أبوه؟ ومرة تانية قالوا له: إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. وفعلا أنا بسألكم، مين أبوه؟ ملوش أب أرضي، أبوه هو الله، هو ابن الله وابن الإنسان بالجسد، مولود زي الكلمة ما بتتولد من العقل، والحرارة تتولد من النار، والنور بيتولد من الشمس، لكن هم مش قادرين يفهموا، أو حتى مش بيحاولوا يفهموا. تاني حاجة، ولد في أحقار مكان، في مزود للبعر، وفي عيلة فقيرة، وكإنسان عاش عيشة صعبة. إذا كنت فقير، المسيح عاش فقير. الفقر مش فقر مال، ده فقر أخلاق ومبادئ وقيم، وفقر في الروحيات. تالت حاجة، هاجر المسيح من بلده بسبب الملك هيرودس سفاك الدماء وسفاح النفوس، وهربت العائلة المقدسة لمصر تاركين آثار لمعجزات جميلة فيها. إذا كنت غريب، المسيح عاش غريب، وعلى كلنا غرباء على الأرض. أربعة، عاش يتيم الأب، مات يوسف حارس العائلة، ويسوع كان صبي وتيتم وأعال أمه. إذا كنت يتيم، لنا أب سماوي في انتظارك، وعاش وعايش وحاسس بيك. خمسة، عاش بلا بيت، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ستة، قاومه رجال الدين، بالرغم من ان المسيح كان بلا خطيه وما عملش ولا غلطه واحده في حياته، لكن الغيره وحسد ابليس يخلي ليك مقاومين. عايز اقول لك، افرح لما تلاقي مقاومين. اتهموه بان فيه روح شريره، واما الكتب الذين نزلوا من اورشليم قالوا ان معه بعلازبول، وانه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. خليك اقوى من اي اتهامات تتوجه ليك. افرح انك تشارك المسيح الامه. اللي يشارك ربنا ألامه هيشاركه في المجد، وهيشاركه في أفراح القيامة وأفراح الصعود وأفراح حلول الروح القدس. تمانية، قالوا عنه عائلته وأقربائه إنه مختل العقل، لأنه كان يشفي المرضى في يوم السبت، ولما سمع أقربائه خرجوه ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل العقل. قاومه سمعه، هجروا أصحابه وتلاميذه وتخلوا عنه، ضربوه، سبوه وافتروا عليه، تفلوا على وجهه واحتقروه، عروه من ثيابه، مات أشنع موت على صليب العار، وقال: أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. إذا كانوا عملوا كده في المسيح، مش بعيد يعملوا أي حاجة. فكانت النتيجة تاني، تركهم وسلموا لأيدي أعدائهم وتتشتتوا في العالم كله. تأنى وليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس أحد آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. من التعبيرات الجميلة في سفر هوشع عن الشعب: هو ابن غير حكيم، إذ لم يقف في الوقت في مولد البنين، يعني لم يقف إفرايم لكي يولد وينحني ويضع نفسه أمام فوهة الرحم لكي يولد. يعني الكبرياء يفقدك الفرح بولادة جديدة كأمة كاملة تفقد خلاصها وبتفقد خلاصها. ولو لاحظنا أن وضع الجنين في رحم الأم كأنه ساجد أمام الرب، في السجود يجدد ربنا فينا طبيعته، وبنبقى في السماويات. ما أحلى وأجمل السجود. ولسه ربنا مستمر في محبته وصبره طول أنيته، وفي سفر هوشع بيقول: من يد الهاوية أفديهم ومن الموت أخلصهم. أين أباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ وحتى الآن وقد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، وما زال وهيفضل يقول: أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا هاوية؟ يسوع المسيح ابن الله لا يقوى عليه الموت ولا يقوى عليه أي شيء. وإحنا نقول: لخلاصك انتظرتك يا رب.
صدق ان ربنا مش هيتنازل عنك وساتر عليك، صدق انه فاتح حضنه ومستنيك، صدق ان مراحمه ابديه وهيقويك، صدق انه امين عليك وبمحبته القويه بيحبك، صدق انه ابوك سندك وفي ظهرك، صدق انه صادق في الوعود وبيفك كل القيود وهيخليك عمود ثابت وقائم وشاهد ليه بين الشهود، صدق ان ابوك سخي وعنده كتير وهيديك في الوقت المناسب واللي لمنفعتك، صدق هو بيدخل في كل امور حياتك اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش، اطمن. صدق ان الملائكه اللي معانا اكتر من اللي علينا وهينقذنا من كل عمل ردي ويخلصنا لملكوت السماوي، بس نطلبه ونخضع لعمله فينا. صدق انك ابنه الغالي على قلبه وانك ميراثه وملكه. انتظر الرب وترقب حضوره، هو مش بيتاخر، هو في وسطنا فلا نتزعزع. الرب في وسطنا فلا نتزعزع. على كل، لو احزن الله بالتاديب الشعب فانه يعود فيرحم حسب كثره مراحمه. فبالمسيح يسوع ربنا تتحول النفس الخائره والعظام اليابسه الى جيش عظيم جدا جدا، وتصير لك اورشليم مرهبه كجيش بالويه وبس، ولا يقدر عدو الخير بكل جيوشه وخداعاته ان يقتنصها له، بل تكون كخيل كثيره قويه تحمل المركبه الالهيه في موكب النصره. يجتمع الشعب معا في اخر الايام تحت ملك واحد، ويبرز كمال الوحده بكون المخلص رأسا لا يمكن للجسد ان ينفصل عنه. انه حب فائق ورباط عظيم بين الخالق وخالقته المحبوبه لقلبه، محبوبين لقلب ربنا. صدق ان المسيح بيحبك وعايزك ترجع ليه. لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي، ويجمع بني يهوذا وبني إسرائيل معا ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا، ويصعدون من الأرض لأن يوم يزرعي العظيم. من محبة ربنا للشعب مزج التأديب بالرجاء، إذ يعلن هنا أن تأديباته ليست مطلقة وأن رفضهم ليس كليا وإنما إلى حين للتأديب. هو ينتظر عودتهم إليه ليردهم في أكثر بهاء وأكثر مجد، يردهم مملكة واحدة قوية وعظيمة متمتعة بالبنوة له مغروسة فيه ويكون رأسا لها. ويرى المسيح بفقدانه لشعبه هو فقدان لملكيته الخاصة وميراثه، وعودتهم عودة لملكيته وميراثه. وعندما يعودون يسجدون للرب في الجبل المقدس ويرفعون الراية أي العلم، وإحنا علمنا هو الصليب ووطننا الثمن. وراية الصليب تعلن عن الخلاص والحب والحماية والقوة، وتجمع الجيش والشعب تحتها، ورايتنا صليبنا هو فخرنا. الجميل كمان في سفر هوشع 14 بيتكلم عن آخر الأيام، لما رعوا شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني، فأكون لهم كأسد أرصد على الطريق كنمر، أصدمهم كدب مثكل وأشق شغاف قلوبهم وآكلهم هناك كلبؤة، يمزقهم وحش البرية. بكده بياخدنا سفر هوشع لآخر الأيام، حيث الوحش ضد المسيح، حيث الأسد والنمر والدب، ولقينا وشفنا كل ده في سفر الرؤيا وفي دانيال النبي. يوم يزرعي العظيم استعني الله يزرع، يزرع شعبه بإيده غرسا جديدا مقدسا، يزرعهم أعضاء جسد ابن الوحيد، يرتووا بمياه الروح القدس، يحملوا بر المسيح فيهم، يطعمهم في الجنب المطعون، فيستقوا الحياة عينها عوض الموت الذي كان لهم. هذا هو ما يؤكده الله لنا، وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم له رحمة وأقول له عمي أنت شعبي، وهو يقول أنت إليه. اوعى لما يجي ربنا يخلصك تقول تعالوا مخلص عليه، ساعتها أنت بتخلص على نفسك وليس بأحد غير الخلاص. كفاية غباء وعناد،
ولما نشوف الدول والشعوب تسلم لأعدائهم، دلوقتي أعتقد إحنا هنبقى فاهمين، وإحنا علينا ننتظر الرب ونصلي أن يأتي لخلاص الشعوب ويفتح عيون البشرية وينور العقول. واللي هيستجيب لصوت ربنا ويمشي معاه بالإيمان هيبقى الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. وإحنا؟ إحنا علينا نقف مع حبقوق النبي على المرصد ونصلي. على مرصدي واقف على الحصن مستني، مستني أسمع صوتك وعارف إنك ما بتتأخر. مستني وجهك يا حنان، تعال بالروح نيران، يا روح الحكمة والإعلان، هعيش معاك الإيمان وبالفرحة عنك أخبر. ارسل نورك يا أبتاه يهرب إبليس وظلامه، جدد فينا الحياة يتزلزل الموت بجلاله. صوتك يملأ قلبي صلاح والباطل يهرب قدامه، يا ضياء مجد الإله تعال للبشرية بالأنوار. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك أشكرك أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك كل كرامة والسيادة والرئاسة والسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لك كل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.